تعبر من خلال التركيز، من خلال التفوق في الحوارات الثنائيه. وكره الزيايه مره ثانيه، الكره في العمق، يضرب الكرات الطويله لتي، خطيره 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 من نور 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 نور، مش ممكن، فرصه، هدف اول. الله يا لتي، كبير يا نمور جده، الله على الاتحاد، الاتحاد قوه، في الاتحاد قوه، مش ممكن. كراس لورد يا بلوي، واو يا بلوي، توصل الكره عند الزيايا، الزيايا الصيفي يستنى يتمبوريز الكره، يحطها النور، النور بذكريات الايام، بذكريات الابداع، بذكريات لما كان نور نور، واليوم يزيد نوره. مش ممكن يا محمد يا نور، اي باس، اي كوره يا تشافي، الله على التمرير. 1-0 للفريق الاتحادي، الربع ساعه بهدف، المباراه تتولع والامور تتغير في لقاء يتبدل بكل المعطيات عن لقاء الدوري، الدوري الاول والدوري الثاني في لغه الاصفار، في لغه العقم، ولكن الليله الخصوبه يا نور. الله يا نور، شوف طلب الكوره في دار المدافعين، ولا واحد يضغط على نور، نور ينور الاتي وجده ويحط الكوره للنونو اسيس، والنونو يصبح كبير، النونو البيبي يصبح كبير، راشد وخبير، ويسجل في مرمى الزعيم. الله على الباس، الله على طلب الكوره. 9 ألقاب، 9 بطولات بالنسبه لباندر بن محمد، والثانيه زيايا، مش ممكن، مش معقول، مش معقول. الزيايا الصيفي في يوم كبير، رقصة الجزائريين. 2-0 في هدف الاروع، 2-0 في هدف اسمه ابداع، في كوره بلغه الاقناع. الاتي على خط اصطياد النصر، يصطاد الهلال بهدفين في ربع ساعه. هل انتهت المعركه ام لا؟ 17 دقيقه بزوز اهداف، مش ممكن. دفاع الهلال الاقوى في الدوري ينهار، الدفاع الهلال يتفرج، وضرب النار الاتحادي في الاتاك يتقدم للثاني، الهدف الثاني من عبد الملك الزيايا. اذا حلم اسيا يبتعد، رويدر من الازرق، ولكن ما زال يا مونتي، وما زال اللعب يا اوس، مش ممكن على الزيايا. شوف الكوره من نونو، يلعب الاسس، يطلع فوق الجميع، يحط الكوره كانك فان باستن، كانك بهدف الجارد ميلر، من هذه الزوايا، من هذا المكان، من هذه الاماكن. الله يا نونو، الله على الثاني، طلب الكوره، زيايا الديتون، الارتقاء والاروع، والراسيه مصلحه مليح، يضرب كانه بسقيه، مش ممكن. ممتاز زيايا، زيايا وان كونتران، واحد على واحد، يعطي كرة النور، 2 ضد 3 الآن، ماذا ينتظر نور؟ ينتظر التمرير، الآن شوف الفريق الأزرق في منافسة صعبة، والثالث مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. في وقت نحكي على أن الهلال 5 ضد 3، مش معقول، مش معقول. الهدف الثالث الرائع، ماذا فعلت يا ديمتري؟ الساحر ديمتري يقلب الطاولة على الزعيم، مش ممكن، مش ممكن. شوف الهدف الثالث، شوف معايا الدور متاع الزيايا، شوف يا عيسى يا محيان، شوف ملا الزيايا، وشوف ملا نور، وشوف ملا الدفاع، من هنا ومن هناك، شوية ليك وشوية عليك، هات الكورة ونوريك، هات الكورة ونحكم عليك. الأزرق لم يتواجد الليلة في جدة، ليس هذا الهلال. منصور البلوي يرفع الشعار ويغني ويقول بالثلاث يا زعيم، 3-0 للفريق الاتحادي، مبروك اسيا. ربع ساعة في الشوط الثاني، سيناريو مرتقب كان ممكن لأمل فتح المباراة، بينما هنا مش معقول، مش معقول. وين الدفاع؟ وين الدفاع؟ وين الدفاع؟ لا لي، لا ماجد، لا هساوي، لا الزوري، تغطية معدومة، الاتحاد يدخل بالمرتاح، ديمتري عمل اليوم اللي حب، وشوف الكرة ما غير ضغط يتفرجوا فيه، يخرج كرة في دار كل الدفاع، الزوري ما يتبعش اسيس، والنونو يسجل مرة ثانية. شوف الهدف الثاني للنونو والثالث للاتحاد.